المجموعات لنسخة 2000 الأول من ماندو يحرز الهدف الكعبة مرة تانية. هذا اللاعب من المنتخب الكاميروني كوكو عادي عادي من ناحية اليمين ويحرز الهدف. يوضع لاعب الدائرة يعمل المساندة ستيفن لكوكو. ستيفن بيعدي حلوة قوي بالخداع. يا سلام بيحصل على الكوبيتين تمرير كرة حلوة قوي في الجناح الشمال ويحرز الهدف. فضل مساحة يحرز الهدف. فوكو لعب على الدايرة حلوة قوي فوكو ولكن حارس نوتساو. كيفن تمرير في الخط الخلفي محاولة للاختراق واخترق فعلا. يعود الفريق 6 أهداف مرة أخرى ولكن رد حارس المرمى الكاميروني. يشيل كرة يانيك أوبيانج بيعمل التمرير ويعدي يحرز الهدف. تمرير بدأ يقابل ماندو كده الباك الشمال بين خارج من 9 متر. ايه المدافع الجابوني هنشوف لمين المشي بالكورة. 4 خطوات على المهاجم الجابوني. صفارة حكم الوقت الكورة حلوة قوي من كيفن فاضل الإعادة. صور كده وبالحركة آخر مباراتين بين المنتخبين روبين عايز يسيب لكن يا ولد بيطلع ياخدها كده بدون أخطاء. كيفن فوكو بيعمل هجوم خاطف ويترجم الهجوم. مازال بيلعب طريق دفاع 5-1 متميز فيها حتى الآن المنتخب المغربي. أمين حرشاوي قافل المساحات من الخط الخلفي بشكل جيد ولكن المرة دي قدر يساعد الأيسر. وآدي كيفن القصير أدي تصدي من بوباكاري وهجوم خاطف لكيفن فاست بريك بهدف تاني عملها. ان مهدي اسماعيلي مميز على مستوى الدارة وبيلعبوا عليه بشكل كبير. لسه بولجي مرارورو مرة تانية تمريرة غير منضبطة. وادي نوتساو ياسين ياسين كان هيعملها والله متفوق في نوتساو. كيفن فوكو المميز حتى الآن رقم 4 الداهية التعلى بالمكار اللي بيعمل دريبل على غرار لعبة كرة السلة بيحاول يسيبها على متاهي. يا 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 حظه الرجل المغربي اللي اكتمل الصفوف. تمرير على مستوى الدائرة قطعوها بشكل جيد عن طريق ماندو. تمريرة سريعة وتيرن اوفر هجمة مرتدة. كيفن فوكو القصير المكير واخطر اللاعبين حتى الان اكبر من كده. امين حرشاوي ومحمد امين بن طالب وطالبين ان هم يسددوا من خارج 9 أمتار يعني في مساحات كبيرة جدا يسددوا من خلالها. ادي كيفن فوكو القصير المكير هدف جديد. لسه الخطورة كلها في هذا اللاعب. ادي عدل الكرة ارتقى فوق ياسين ادريسي وسابها كراش كده من فوق راس ياسين لسيف الدرع. بدأ يضغط طريق الدفاع 3-3 المنتخب الكاميروني كمان علشان يغلط المنتخب المغربي وفعلا قدر يقطع الكرة. ادي كيفن كوفو القصير المكير لاعب قوي مميز قطع للكرات فتح لنفسه الزاوية سددها على يسار ياسين ادريس. ويب رمي 7 متر في مواجهة الحارس الجابوني يحرز اول الاهداف او الغلبة في الرمية الجزائية الاولى. يا ريت لو يكررها كمان المرة دي ياسين ولكن كيفن دي المواجهة الفردية. علي العروسي كيفن بيسدد وادي على يمين علي العروسي. هيعمل ايه المتخصص في الرمية الجزائية امام علي العروسي. نتمنى التوفيق لعلي المرة دي عكس الزاوية على